تلقى ضغوطات كبيرة من الاتحادية المغربية لكرة القدم، الجامعة، أقصد الجامعة المغربية لكرة القدم، ضغطت عليهم باش ينحيوا التربص من الجزائر ويدوا التربص إلى المغرب. بأي صفة؟ على واش كايس علينا بعدا نسلموها الحباب بعدا بيفي بدي يجي معنا بدي يجي بالاتهامات وراه داروا وراه فعلوا وراهم ضغطوا الله يجمن يضغط عليك. خلونا نسلموا على الناس بعد. السلام عليكم أسيد. أول حاجة نبدأ بها الفيديو هي أننا نشكر اللاعب الجزائري رياض محرز على هذا السطوري، أكد فيه بأنه ما غاديش يحتفل بهذاك الشيء اللي كيحتفلوا به ليه، وبأنه راه كيتضامن مع الإخوان ديالو وهو راه مقاطع هذه الشهادة ديال الكرمة وداك الشيء. ما نشريش أنا الكرمة، ممنوع تدخل عندي الخيمة الكرمة، ممنوع، أنا مقاطع، أنا ما نحتفلش بهذه الشهادة، وأنا راه كنتضامن مع خوتي. إيه أنا متضامن وأنا راه رجل ديال المواقف وأنا برافو رياض محرز. لا ما عندي ما نسالك، حنا ناس ماشي منافقين كنقولوا اللي لينا واللي علينا. أدرشي موقف رجولي بينتي بانك متضامن وما شريتيش الكربه، ما عندي ما نسالك. هادشي علاش بغينا نشكروك في هذا الفيديو هذا، نبداو بك انت الاول نشكروك. ما عندي ما نسالك، طلعتي راجل متضامن مع الاخوان ديالك وما شريتيش الكربه، برافو عليك. هذا ما كان شنو هادي؟ هادي قام ها كاع ما قالش لي عاد دوز هادي. شنو هادي؟ نحنزز فيها، نحنزز اخويا. هادي تشايلور ولا سميجه، هادي صاحبه اغويرو القديمه، زوجة رياض محرز الحاليه. واش دخلها هنايا؟ يا خويا ها الكرمه، هذه مرت رياض محرز، هذه ها الكرمه عندها، اشريها لها رياض محرز اولي. وكيفاش حنا خرجتي قلتي لنا رانا انا ما شاريش الكرمه ورانا متضامن مع الاخوان ديالي؟ ها انت شاريها لها، قال لك هذه سبع ايام باش يصبرها من واحد الغابه، قال لك ود الخنش لا صبرها من واحد الغابه وداها. هو ملصقها ود الحرام، الله يمسخ يا ود حرام الكذاب. قال لك انا متضامن وكذا وانا ما عشريش الكرمه، هو شاريها لها. امالكم على هذا النفاق مسخيت الوالدين؟ وانا جالس كنمجد فيك وراجل وطلعتي رجل مواقف وهادي وجالس اولي. ها صاحبه اغويرو مرتك فضحاتك، وكيفاش دابا خارج كتضحك على عباد الله في المواقع وفي الواقع انت الاول شاريها؟ شاري الكرمه ومعلقه كاك صبرها من خنش لداها. قالت له بغيت الكرمه نجيبها هي دابا، قال لها هي الاولى. تا ولادهم لبسهم الاحمر، قال لك زعما راه كيحبوا. يلاه تا بناته هو ملبسهم، قال لك كيحبوا لابس الاحمر، ما حتى هما محتفلين ودايرين الكرمه، وفي المواقع خارج كيكتب لعباد الله انا اتضامن ولا ما نشريش الكرمه. ياك ود الهداوي باغي تكذب علينا وانا جالس كنمجد فيك. الله الا دارها بيا، جالس انا انها رجل المواقف انما مرتو قالت علاش كاع، والفيسبوك مقلوب الله اكبر رياض محرز رجل المواقف. يا ودي راه ولا هو شراها الكرمه، شراها وعلقها اصبرها، قال لك ما رخاش لداها. يا لو تيك تشاف هادو، هاد النفاق ما عرفناش كي نديرو معاكم في هاد النفاق الجزائريين. ها لطيف ها لطيف، كنقول لكم راه نتوما كتلعبوها في المواقع، كنمشيو بعدكم للواقع كنلقاو عالم اخر. يلا في المواقع خارج انني اتضامن وانني كذا، هو الاول شاريها. نعرفك راجل، راجل دير بصح، ماشي هو تي الخنش لا صبرتي هادي جهه وكاز كتضحك على عباد الله في المواقع. دير بحال محمد صلاح بعدا هذاك مهني راسه خارج لا نيشان، انا كنحتفل، ما كاين لا نفاق لا والو. هذاك بعدا تا دارها بعدا رويجل، ايه قال لك انا سيدي انا كنحتفل، ولكن هذا النفاق انت دايرها قد راسك وكتخرج تكذب على عباد الله انني اقاطع انني، وانت جالس شاريها تا الاول. ها كيفاش القضيه ديال اغويرو؟ على زعما انت ما عارف القضيه هذه؟ ويلي عندك تقولوا لي انتوما ما عارفينش القصه ديال اغويرو؟ ويلي ما عارفناش. ايوا سيدي هذا واحد لاعب ارجنتيني كان كيلعب مع رياض محرز، وهذه السيده هذه اللي واخد هذا برياض محرز راها الصديقه القديمه ديال الكون اغويرو. نعاود لكم اسيدي القصه، واخا نعاود لكم بالطريقه ديالي انا مضحكه، ولكن راه هذا هو الواقع باش نعرفوا السيد اصلا ما فيه لا نفس لا والو، ابقى غيكون فيه المعقول حتى تكون فيه النفس بعدا. اسيدي هذا رياض محرز كان مواخد واحد السيده اخرى، كان مزوج بها سيدي، كل مره كتقول له نوض تلعب رياض محرز كيقول انا باغي نبقى في الاحتياط. يا ودي نوض تلعب انا باغي نبقى في الاحتياط، بداش كتخونه، خانته المره الاولى الثانيه يعلم الله، اشويه ولات كتقولها له يا ودي نوض تلعب رانا كنخونك، لا والو انا باغي نبقى في الاحتياط. اشويه تلاقات مع واحد الملاكم امريكاني اعجبها، قالت له شنو غدير؟ خرج عليا من داري. انا باغي نبقى في الاحتياط. يا ودي نوض خرج انا غنطلقك. طلقاتو طلقاتو، مشى للاحتياط بقى جالس. هاد اللي خداها دابا كانت مصاحبه مع اغويرو، لا ما كانش واخدها، لا 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 كان عم صاحب معاها، دوز بها الكيلومتراج. واحد النهار دارت له النقشه قال لها شنو غدير؟ خرجي عليا من هنا. خرجي عليا من هنا. غادا خارجه دايزه من حدا الاحتياط ويتلقاه. شكينه معرزانيه، قال لها هانيه. قالت له اسمعها فخر الدكا، قال لها نعم. قالت له شد في يدي وتشكا، يلا قاعد قرقبج عليه. دوز بها اغويرو تشبع وداها له. وهذا الشيء بالوثائق، دخل لجوجل كتب سبب الطلاق ديال رياض محرز من الزوجه الاولى هي انها كانت كتخون. بقات كتقولها له زعما يدير النفس يطلقها، والو النفس بارده، ناضج هي طلقاتو. هذه ثاني قلت لك يلاه كركبها اغويرو وشدها هو. وخارج كيكتب لها عباد الله وزعما راه انا كذا رجل ديال المواقف، ها انا راه ما شاريش الكرمه، هو شاريها هو الاول. ما فيكش النفس وباغا تكون فيك؟ انا ما عنديش مع النفاق، كاين كاين ما كاينش ما كاينش، كحل ابيض ما
ما كاينش للرمادي. انت شاريها وكتحتفل وكذا وهادي وتخرج قدام عباد الله تبان ها انا رجل ديال المواقف باش يهزوك يحطوك في الفيسبوك ها هو شوفوا محرش شوفوا مرتو راه فضحات وهاد قاعد السيد راه شراها هو الاول راه معلق قاعدو في الخيمه. بغينا نعرفوا على النفاق علاش هاد النفاق وخصوصا بالتجار بالقضيه الفلسطينيه. سبحان الله كتعطيوها صليه هاد التجار بالقضيه الفلسطينيه كتعطيوها صليه سبحان الله. كتبغيو تخدعوا الناس ولكن راك تخدعوا على راسكم وربي كيبين الحقيقه ديالكم في البلاصه في البلاصه بانت الحقيقه ديالك بانك واحد انسان منافق تقولون ما لا تفعلون. والله يخليك في الدكه هادشي اللي غادي نقولوا لك. دابا ندوزو عند مسخوط والدين مالو ثاني خرج قال لك اسيدي انما هو شي منتخب كان جاي عندنا باغي يدير تربوس. يا ودي التربوس داروا حتى المنتخب ديالك والترب الماضي كان يمشي لتونس يدير التربوس الله يهديكم فين يدير التربوس هذا. اما كتمرقوا وما كتحشموا باز الكمامركم هو راه فخر الدكه عندك ومنافق وقع عتوما. ودابا حتى المنتخب ديالك كان يمشي لتونس يدير التربوس وقالك حقا ما حقا واحد المنتخب كان جاي عندنا يدير التربوس انما هو ناض القجع هو يضغط عليهم قالك خنقهم حتى كانوا عايجيفو قال لهم والو يا تجيو عندي نقجكم قالك هما يبدلونا ما مشاوش عندو وصاحبو يقول له الدليل بقى كيشوف فيه. لا انا كنعطيك معلومه يا ودي عطينا الدليل الهضره راه سهله حتى انا نقول غدا موريتانيا سيدي كان جايه عندي والاتحاد الجزائري ضغط عليها. واش كاين شي ادله على هذا الكلام ولا كتهضروا عجيبه في موغول سخطا قاصتنا في هذا الجوار الله يقطعكم. اكين عسوا مع العصحايصه كضرب فيهم الشمس باش ما حلموا اللي جاهم في القناه يخرجوا يقولوا ها كنا نديروا ما داروش ها كانوا جايين وما جاوش ها التحكيم ها راه الكواليس الكولاسه الحوساسه انهم خارجون انهم داخلون مصيبه صافي. شي دليل على الهضره ديالهم لا والو احنا كنعطيك معلومه يا ودي المعلومه راه خصها تكون بادله اما جيبو في مقول انا ما كنعطيك تترقد والله كنتي حدايا تنجبد المصويطه. سمع سمع اش كيقول سمع شوف خالد انا نظن في كاس افريقيا هذه أيوة. بعيدا عن الامكانيات تاع اللاعبين امكانيات تاع اللاعبين تاعنا معروفه يلعبوا في يعني في انديه مليحه وكبيره بعض اللاعبين ما مشي يلعبوا الهاجس الكبير الهاجس كبير نقولوا لك اليوم مش فخالد هو الكولاسة هذا هو أهم عنصر اللي راح يعاني منه المنتخب الوطني في كأس إفريقيا هذه وسط فرق كوت ديفوار. نعطيك أنا أنانديس فقط سنعطيك أنانديس كنا قلنا هنا في الاستوديو خالد الأسبوع الماضي وانت كنت مريض ما جيتش المنتخب التنزاني خالد كان جاي يدير تربص هنا في الجزائر كان جاي يدير تربص في مدينة عنابة ومن بعد يجي يدير تربص هنا في العاصمه ويروح مباشره الى كوت ديفوار. تلقى ضغوطات كبيره من الاتحاديه المغربيه لكره القدم الجامعه اقصد الجامعه المغربيه لكره القدم. اوكي. ضغطت عليهم باش ينحيوا تربص من الجزائر ويدوا تربص الى المغرب. باي صفه؟ على؟ لانه اليوم هم انا باش يكونوا علاقاتهم باش يكونوا عمليين يخليني نكمل على اي مستوى الضغط هذا بصفتها واجب الاتحاد الجامعه المغربيه ضغطت على الاتحاديه التنزانيه نظرا للعلاقات الوطيده الموجوده والاتفاق وكان ان بروتوكول داكور بين الجامعه المغربيه وعديد الاتحاديات الافريقيه. هذا من جهه اليوم ضغطوا على الاتحاد التنزاني باش ما يديرش تربص في الجزائر. جميل. يعني الاتحاد التنزاني خالد ضخ لمطلب الجامعه المغربيه وداو التربص الى القاهره. اليوم انا قلت لك هذا ستانانديس هذه كاين منها؟ انا راني نعطيك معلومات انا مانيش نعطيك تحليل نعطيك معلومه زاوي انا كان على بالي بلي تنزانيا كانوا جايين لعنابه صح ماهمش جايين وهم رايحين واسمو القاهره. اليوم انا رغم تواجد طاقم فني جزائري طاقم الفني خالد ما كما تدخل اليوم اتحاديه مع اتحاديه كانوا هما كانوا حابين يجيبوهم يديروا تربص في المغرب ولكن نظن اتحاد التنزاني مع المهم داوهم باش يديروا تربص في القاهره. هذو لي زانديس كما يعيطوا لهم اليوم انك اليوم انت راح تعاني وانا نزيد نقول لك خالد اوكي حنا كنا نعانيو من قصامه قصامه ما درنا كاين 150 قصامه في افريقيا في التحكيم في واش شفنا واش حدث لرياض محرز واش حضر الاتحاد العاصمه. حنا اليوم الاتحاد الجزائري لكره القدم مش في موقع قوه. أيوة. اليوم ماناش موقع قوه اليوم حنا باش نعاودوا نولوا انا يقول لك انا والله ما نخاف على لاعبين وما نخاف على المنتخب الوطني في ظل هذه الظروف انا نخاف شوف انا نخاف خالد على الكولاسه والكولاسه موجوده والناس كاع متاكدين منها. عاش نهار الجزائريين عاش نهار نطلعوا عليكم وما نلقاوكمش كتبكيو عاش نهار لقاوكم بهذوك النيف ديالكم كيف ما كتقولوا المخنن وكذا وواقفين والشهامه والهضره ديال الرجال والو فيما نطلعوا عليكم البكاش الكواليس الحوسه الكولاسه اللوبيات العدسيات الفوليات
اشي نهار صاحبي اشي نهار ترجلوا في الهضره ديالكم ومن تجيبوا شي معلومه ولا تعطيو شي تسريب يكون بالدليل. انا مثلا ما عمري جيت قلت لك شي خبر حتى كنجيب لك الدليل اما فيديو اما صوره اما شي حاجه. ما انا في منبر اعلامي لا والو، مع ذلك ما كتعطينيش النفس ديالي نجيب شي خبر بدون دليل. وانتوما سبحان الله نعس في العصعيصه على اللي جاتك في القناه ديالك، خرج قولها. ضغطوا عليهم باش ها هما جاوا الجزائر مثلا وداروا التربص في الجزائر، ومن بعد فين عيضرنا حنا هادشي هذا؟ وشنو عايزيدكم نتوما؟ راه في كل جوله ديال التصفيات ديال كاس افريقيا ولا كاس العالم راه ما يقارب واحد 6 ولا 7 د المنتخبات الافريقيه كيجيو يلعبوا في المغرب، ما عندهمش ملاعب في البلدان ديالهم وكيجيو يلعبوا في المغرب. ما عمرنا خرجنا هللنا ولا قلنا ولا، وانت عاكذبه وباغي تخلق منها ما نعرف شنو. وحنا اللي كيجيو يلعبوا عندنا 6 7 د المنتخبات الافريقيه في المغرب، ما عادي ما. شنو ما عادي؟ شي حاجه عاديه زعما؟ انت بغيتي تخلق راي انجاز كانوا جايين عندنا يديروا التربص، وعلاش غنضغطوا عليهم؟ واش غنستافدوا حنا؟ بحال زعما راه الاتحاد المغربي ما مسوقش ناسي المنتخب ديالو مقابل هو على الخو الخاوي. الله الا بساليجو، والله الا بساليجو. بقيتوا عاقتش عاقتش هدرفوا واحد شويه وعيجيكم الزهايمر، وليتوا تنعسوا بالمغرب، تفيقوا بالمغرب، تكذبوا على المغرب. مالكم اصاحبي؟ اش كيسوا هذوك العقير؟ حنا عارفين اربع عقل عندكم تكيسوا عليه. لكن شي حاجه ديال الصح قولوها. كاين الخو الخاوي دابا هادشي علاش جوج مجال ديالنا هاد البلاطو ومشى على الكاميرا وارى الضوء ارى المرض باش تكذبوا باش تبقاو تعطيو. هذا هو النيفو ديالكم في التحليل وفي القائمه ديال بالماضي، وشكون اللي يلعب هنا شكون اللي يجي هنا، كيفاش الخطه اللي خصنا ندخلوا بها، كيفاش هذه هو هذا هو التحليل ديالكم. صافي التحليل ديالكم هو فوزي القجع دار، فوزي القجع جاب، فوزي القجع مشى الكواليس قصمه 170 قصمه داروا لنا افعلوا لنا. هذا هو الحد ديالكم. الله يتهاليكم. هادشي اللي نقول اخرج واحد القرع كملها كاع عمر. هذا سيدي كان وزير ديال الرياضه في 2019، كاملين عارفين بان ديروا النيه مقوله تشهرات باسم وليد الركراكي، مقوله مغربيه تشهرات في كاس العالم، الاعلام العربي بزاف هضر عليها. وليد الركراكي وعد فاوفى، ديروا النيه ديروا فيا النيه وربي غادي يكمل. ناض هو قال لك سيدي انا اللي خرجتها. لطيفه لطيفه اش كنت علي؟ قال لك انا في 2019 كنت وزير ديال الرياضه وانا مشيت عند بالماضي وقلت له شوف بالماضي دير النيه. قال لي راه ما نقدوش والقضيه صعيبه. قلت له شوف تسمع الكلام ديالي دير النيه وباش مع الحيه وربي. يا ربي السلامه يا ربي شنو راه يهبلونا المساقيط. زيد القرع زيد مالك. لا ما هو الناخب الوطني انا ذاك يتذكر، لانه احنا نتذكر 4 شهور يعني قبل الكاس قبل ما نتنقل للقاهره يعني كان عندي حديث مع رئيس الاتحاديه، وين يعني كنت قلت له لازم نروحوا بنيه الفائز. قال لي صعبه. قلت له معليش نقول لك لازم نربحوا لكن نروحوا نلعبوا باش نربحوا، مهم جدا. معليش نقول لك اربح الدراهم بصح نقول لك العب باش تربح، مهم جدا انه النيه تكون، لازم النيه. ومن بعد النيه راه تجي العزيمه، ومن بعد يقول لك تاتي العزمه لا قدر اهل العزائم. اللي هي كانت يعني كان عندنا حديث، ومن بعد يعني انا باش تشوف يعني كنت في ذهنيه تاع فائز لانه معروف انا هذا وزير الرياضه السابق برناوي انا بدا عزيز عليه. كان تفرج في الحوارات ديالو، في مشت شي حوار ديالو كان تفرج فيه. علاش؟ كيضحكني بزاف. عرفتوا هذا؟ جراو عليه من الوزاره، وهذا السيد هذا مطور عارف الكونكور ديال كيفاش وليد رجع للوزاره، شنو هو؟ هو خصك تكون كذاب واعر. هذا ملي كيبدا يطلق في السلوكيات وفي الكذوب راه كتخلط لك، ما كتعرف واش تضحك واش تسهى واش، خطير في الكذوب. وكنصح به عبد المجيد هذا راه يعاونك في هذا الشيء اللي غادي فيه انت، كذاب من الطراز العالي كيطير في الكذوب. وهو فقط كيوجد لهذه الانتخابات الجايه باش يولي يدخل الوزاره ويوليو يستعنوا به لانه كذاب. ما عندي ما نقول. بقات لكم ثاني على النيه باغي نديوها. هذيك المرة خرجوا قلتوا لا سيدي اسد الاطلس علاش كيقولوها المغاربة راه ديالنا. اولي الله يهديكم. المغرب ديك الساعة مبلبلها في كأس العالم، الإعلام العالمي كامل كيهضر على اسود الاطلس اسود الاطلس. ناضوا هما هي شدتهم الغيرة، وعلاش كيقولوا اسود الاطلس راه ديالنا الاسد هكا عندنا حنا. ايوه في مشى قال لك ما نعرف راه قال الدبز معلب وامرتو هز جلابتو مشى للمغرب. احنا اللي خصنا يقولوا لنا الاسد علاش يقولوها للمغرب؟ يلاه داو النية باغين يديو الاسد. ايوه بقالكم عشي نهار ديونا وصافي، ما خليتو حتى حاجة في هاد البلاد، كلشي كلجو ديالكم. سخط قاصتنا صافي. لكن كم من حيوان ايضا تسخر بهم الجزائر. حبس حبس بالله، كم من حيوان تسخر به الجزائر؟ والله ما كتبتش اياه، وحياتي على رقبتك اول خالي، حياتيها على رقبتك. شحال من حيوان كيف ديك البلاد، اعطى الله الحيوانات. انا ما قلتش والو، حتى اللي قلتي كمل اود خالي كمل. قاسي ساعي نتحدث عن الاسد الجزائري الذي عاش لقرون في جبال الاطلس الجزائريه. هذا اسد الاطلس او طابع بريدي للجزائر. شوف هذا ذكر أسد بربري تم تصويره في الجزائر من قبل ألفريد إدوارد بيس في عام 1893. للأمانة الأسد الجزائري لم يشاهد
في الجزائر منذ أربعينات القرن الماضي، ربما يكون قد انقرض ولا وجود له، لكن الأسد أيضا يعيش في الجزائر منذ القدم ويمكن الاعتماد عليه في حتى تسمية أسود الأطلس محمد التي يتبناها المنتخب المغربي هي في الأصل، لو نعود للتاريخ للأصل، هي تسمية جزائرية، هي تسمية للجزائريين. لماذا؟ لأنه جبال الأطلس التي يوصل إليها هذا الأسد. الجزائر تملك تقريبا نسبة 70 أو أكثر بالمئة من نسبة هذه الجبال، نعم. لذلك الجزائر أولى بهذه التسمية. لماذا نختار الفنك على حساب الأسد؟ صحيح أن الأسد أصبح غير موجود حاليا. هو عادي، انتما عندكم الفنك وإحنا عندنا الأسد، هذه حاجة عادية. سيدي علاش يقولوا المغاربة أسد راه جزائري؟ أسد راه حيوان سمعت كيف جزائري؟ ألا سكوتا راه جزائري؟ هذه عمري سمعتها أسد جزائري. ملي كيتولد كيخرج كيقول الجزائر أنا جزائري. ياك انتما عندكم الفنك، فنك شو راه الله يعمرها دار ثاني، وقالك هذا الفنك هذا في نيبال اسد ناضي الفنك هذا عندهم. الفنك مرتبط بالجحر تاعو، مرتبط بالاختباء. في الوقت اللي انا كجزائري الان محقق فتوحات دبلوماسيه عظيمه، والاقرب الى انه يشكل تماما هو الاسد الاطلسي مثلا. لو كان استدعينا الاطلسي نداوه جماعه. وملاحظة على الأسد الأطلسي، آخر أسد أطلسي شهد في الجزائر وليس في دولة مجاورة. أنت في رأيك لي فينك لازم نحوها؟ بياشو لازم نحوها؟ لماذا؟ الناس دايرة حلقات في هادشي وحنا ما في خبرناش، واش قاعد الهواري هكا باهاك الناس دايره حلقات وانا قاعد ما في راسي. يلاه قالك حنا ما عندنا ما نديرو بالفنك، قالك خواف كيبقى يلعب حدا الجحر ديالو. وعادي نتوما خديتو داكشي اللي كيليق بكم وحنا خدينا داكشي اللي كيليق بينا. نتوما خوافك الدور واحد الجحر ديالكم، الاسد راه هو خارج باين. علاش باغي نجربوا الادوار؟ ونعطيك الدليل بانكم كتلعبوا واحد الباب ديالكم بانكم خوافه. دابا مثلا في الامم المتحده القرار ديال 26-02 شنو كيقول؟ كيقول سيدي بان الجزائر طرف مباشر في قضيه الصحراء المغربيه وخاصها الجلوس طاولة حوار مع المغرب. أيه الجزائر اش قالش فهادشي؟ وقالت لك أخويا أنا ماشي راجل، ها؟ وقالت لك أنا ماشي طرف مباشر، أنا طرف مراقب، كنبقى عام من بعيد لاش القضية العين حمراء كندخل بحالي. الفنك نيشان هذا هو الدور ديال الفنك. هلا واش ماشي بالدليل؟ ها هي بالدليل. الأمم المتحدة قالت لك أنت طرف مباشر في قضية الصحراء المغربية وخاصك الجلوس طاولة الحوار مع المغرب، أنت قلتي لا سيدي أنا ماشي راجل، أنا سيدي ماشي طرف مباشر، أنا طرف مراقب، أنا كنشوف عام من بعيد، أنا كنشوف العين الحمراء كندخل بحالي، أبحالك بحال الفنك. هلا تشاس أسد أطلس بغا يشوديه وديروا النية بغا يشوديوها، سخطة هذه صافي، أبقى شو تابع هاد البلاد على الله يحفظه وصافي. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العادة ما تنساوش لايك، خلنا رأيكم في التعليقات، ناس مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما.